أي شو هذا؟ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. المنتخب اليمني تأهل لكأس العالم، هذا في الأحلى، هذا في أيام المرحو أمين السنيني رحمة الله عليه وعلى والدي سلام الله على أمين السنيني. أما المنتخب هذا عرضة نصه وساطات، ما ينفعش الرياضة كرة القدم هي لعب جماعي، الصدق ما شو واحد لاعب والباقي يعني يرحموا القال. كيف كان أمين السنيني نزل لا كل حارة لا كل زغط لا كل شارع، لقط اللاعبين المساكين يعني المحترفين الفظيعين الصدق، لقطهم فعل لهم تصفية وصلوا لكأس العالم، لا ما نفزنا على المباراة النهائية لكأس العالم. أما هذا المنتخب الأول دخل الهدف الأول قلنا خطأ تكتيكي، الهدف الثاني دخل علينا قلنا يعني تعبوا يعوضوا، الهدف الثالث ما قلنا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا قد يحلق الأعصاب الصوت. أين الرياضة اللعب الجماعي؟ أين التكتيك؟ كيف الناس يعني بيلعبوا في الدول الثانية؟ أيش هزيمة من هزيمة لا هزيمة؟ لعبتوا بأعصابنا تعبنا، تروح يا أخي قوت ولا بعبطاطا ولا بعبيض ولا أي حاجة، اطلب الله. اليمن من اللاعب الله أنا محترفين بس من ذي دورهم مثل ما فعل أمين السنيني. أي شو هذا؟ مكنتوني دفاع 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 من أول مباراة لآخرة وهم يدافعوا، يعني خير وسيلة للدفاع الهجوم؟ ما هذا شوي نص ساعة وقدم معضين ما بالله شحطه عطش تحضوا قد نص الأوادم معهم سكر وضغط من المباراة عن هالدفع عن هذا. اليمن مال اللاعب المبدعين من يدورهم لكنهم مساكين، ما بش معهم وساطات. كرة القدم شي لعب شي ركاب لياقة مهارات لعب جماعي، كيف الدول الثانية وحقنا بيجزع تقول لا في رجل خلاب ما بيقدرش يهدر ولا يجزع؟ هاي هذا اسمه منتخب، اسمه منتخب يعني ينتخبوا أفضل اللاعبي يعني يمثلوا الوطن يمثلوا اليمن. ما شو هذا؟ أما هذا ذي موجود الحين اسمه من انتخب؟ من ذي طلعهم يا أخي؟ اللاعب في الحارات أعظم من هذا ولا اللاعب من داخل الحارات أعظم من هذا ولا ذي كرة القدم ما شو وساطة يعني من الآخر ما شو وساطة خاطركم.